لابد أن نعلم الناس. الآن نحن تعلمنا أنه لا يصح تعليق هذه الأشياء على الأولاد، على البيوت، الحلق، الجلود، كذا. Ati tumaze kwiga ko kwambara biriya bintu haba ku ntoki yawe ku mijosi yawe ari amakosa no kubyambika abana. Ansahu an-nas, allimu an-nas. Ati igisha abantu bagira inama bari kibyo bintu. Limadha hum yalbasu. Kubera iki bambara ibyo bintu? Ma had allamahu. Ta nugo nugo nta wabigishije. Antum bal anta allamtum, allimu an-nas. None ubu ngubu murasobanukiwe igisha abantu. Ansahu an-nas ikhwana. Gira abantu inama bari kibyo bintu. لازم المسلم يحب الخير للآخرين. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث الله رحمة للعالمين. لابد أن تخاف على الكفار من الشرك، تنقذهم من النار. هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام كافرا من الكفار ولم يدعو للإسلام؟ لا. إذا لابد أن تدعو الناس إلى الإسلام. تريد عدد المسلمين يزيد في رواندا؟ اعمل، اشتغلوا في الدعوة. إذا يصعب عليك الدعوة خذ هذا الرجل أتي به للإمام. صعب أو سهل؟ سهل. لازم نزيد، لازم عدد المسلمين يزيد. لازم نتعلم. ليس يا أخواننا، ليس أهل السعودية يعني بفرق عنكم. يا أخواننا لازم كلنا نتعلم، نتعاون. لابد نكون أمة واحدة، جماعة واحدة، رب واحد نعبد. استعن بالله. أنت تنصح هذا وهذا ينصح هذا، ينتشر العلم. لكن المشكلة في أن لا ندعو أو ندعو بغير علم، بجهل. إحنا نريد الوسط.